معلومة وجائزة. برنامج مسابقات رمضاني يأتيكم يوميا في تمام الساعة 5 عصرا ما عدا يومي الجمعة والسبت. معلومة وجائزة من إعداد وتقديم نهيل أبو غيث. من هي؟ من هي الصحابية أمامة بنت أبي العاص بن الربيع؟ ولدت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وتوفيت أمها وهي صغيرة لتعيش بكفالة النبي صلى الله عليه وسلم، أحبها كثيرا وكان يخصها بالهدايا. تزوجت من علي بن أبي طالب، فقد أوصت فاطمة الزهراء عليا بالزواج من أمامة بعد وفاتها، أي بعد وفاة فاطمة. فمن هي أمامة؟ ترسل الإجابات آخر يوم في الشهر الفضيل لغاية ثاني أيام عيد الفطر، وسيتم السحب ثالث أيام العيد.